أوكي. كنبذة عامة بشكل إجمالي، إدارة التفتيش طبعاً تأسست في 2019 كإدارة حديثة في وزارة الصناعة والتجارة. إحنا كإدارة هي الجهاز الرقابي في الوزارة، بحيث أن تم ضم كل عمليات التفتيش من مختلف الإدارات تحت جهة واحدة اللي هي إدارة التفتيش. هذه الجهة معنية بالتفتيش والتوعية في آن واحد. فإحنا كإدارة فيها نعمل على خطط أن إحنا نحاول نغطي كافة الأنشطة التجارية والصناعية. المفتشين ينزلون وفق هذه الخطط، يقومون برصد يعني النشاط التجاري هل هو متوافق مع الأنظمة والإجراءات، وبعدين إذا في حال مخالفة تنزل مخالفة على المحل وتوصل إشعار إلى المؤسسة. وبعدين يجي الدور المكمل إلى هذا الدور اللي هو الدور ما بعد المخالفات، دور الإجراءات. فبيكون هذا الدور في داخل الإدارة، مش ميداني، بيكون في الإدارة. فقسمين يعني أو خلينا نقول عمليتين تتكاملون مع بعض، الرقابة الميدانية مع العمليات الإدارية، فهذه يتكاملون على أساس أنه تعديل أوضاع الأنشطة. نعم. طبعاً التنسيق جداً عالي، مش بس مع وزارة الصحة، مع يعني جهات رقابية متعددة. في حال أن كانت المخالفة تتعلق بأنشطة من اللي تراقبها وزارة الصحة، مثلاً مواد غذائية مثل ما تفضل، فيصير التنسيق إذا إحنا اكتشفنا في أثناء التفتيش أو مثلاً جت لنا شكوى أن في مخالفات تتعلق بالصحة، يعني هيئة المكان اللي يقدم، لو أخذنا على سبيل المثال مطعم، يبين عليه أن الاشتراطات الصحية ضعيفة، طريقة التخزين ضعيفة، يعني هذا أي واحد يقدر يحكم فيه. بس لأنه مش اختصاصنا مباشر، فإحنا ننسق مع وزارة الصحة، مع المعنيين، عندنا اتصال جدا وثيق مع الأطراف اللي في التفتيش في الجهات الرقابية الأخرى يعني.